تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في 27 الأول من كل عام بعيد العذراء سيدة الوردية، حيث احتفلت راهبات الوردية المقدسة بهذه المناسبة بقداس إلهي ترأسه قدس الأب حنا كلداني راعي كنيسة شهداء الأردن، بحضور السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن، والقائم بأعمال السفارة البابوية في عمان المونسنيور روبرتو كونا، وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة والمستشارة الإقليمية لرهبنة الوردية الأخت مادلين دبابنا، ومديرة كلية راهبات الوردية في شميساني الأخت ميشلين معلوف، وجمع من راهبات الوردية في الأردن وعدد كبير من المؤمنين. وتحدث الأب كلداني في عظته عن سر الوردية، ومهنئا راهبات الوردية، ومبديا شكره لجميع الحاضرين. كم نحن نتعلم من كنا ومن مثال كنا ومن صلاة كنا، هذه رسالة الوردية. ولكن حتى يبقى هذا الجمال وهذا السلام وهذه الروعة الوردية حتى تبقى، يجب أن تغذى بذات الروح، بذات الروح وذات العقلية التي تكلمت فيها العذراء مع الرائية الأولى التي هي ماري ألفونسين. أن نبقى على خط ماري ألفونسين وعلى نهج حياة ماري ألفونسين. نسأل الله أن الحياة العامة التي صارت معقدة، وهذا واقع ما فينا ننكره، أن نحافظ على بساطتنا، نحافظ على تواضعنا، نحافظ على صلاتنا الخفية. هي كانت الكاتمة لسر العذراء، والعذراء هي أيضا كانت كاتمة لسر المسيح. ما نقرأ بالإنجيل ولا بالتراث المسيحي أي مرة العذراء تفاخرت إنها أم المسيح، أو خاطبها الملاك، أو إنها كذا وكذا. ننظر إلى هذا التواضع المريمي، إلى هذه الصلاة المريمية، ننظر إلى هذا الوجه المريمي المشرق ماري ألفونسين ونتمثل فيه. بركات هذا العيد علينا جميعا وعلى جميع مشاهدي هذا القداس عبر المحطات وعبر الأثير، آمين. ورفعت الطلبات ووضع التقادم أمام مذبح الرب على نية كل من يصلي الوردية ومن أجل كل الراهبات في كل مكان. وشكرت الأخت معلوف في كلمتها الحاضرين لتكريم الوردية في عيدها، فالوردية هي الأم في الكنيسة التي تقوى بارتباط أبنائها بها. في عيدك نناديك معا، نناديك مريم، يا قيثارة الآب، يا سيمفونية الإبن، يا لحنا سماويا عذبا تطرب له الأذن. نستودعك مشاريعنا ومؤسساتنا، ونطلب منك رعاية كاملة لراهباتنا ومبتدئاتنا وهذا الحضور. أنعمي عليه براحة البال، سهلي أمره وعززي ثقته بنفسه. أختم دعائي بالشكر الجزيل لراعي حفلنا الأب الدكتور حنا كلداني، ولكورال الوردية أقول: أنتم درة على جبين الكلية، ولخدام الهيكل أنتم رسل المحبة، ولبناتنا من جميع المراحل أنتن سند الوردية، ولخدام الهيكل أنتم الملائكة على الأرض، وللجميع من أهل وأصدقاء وهيئة تدريسية وإدارية وعمل وفنيين وملحنين ومنشدين، أقول أنتم قلب الوردية، لكم منا عميق الشكر ووافر المحبة، وكل عام والوردية وأنتم بألف خير.
وفي ختام القداس عبر المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن عن عمق فرحه بالمشاركة بعيد سيدة الوردية، متمنيا لراهبات الوردية المزيد من التقدم والدعوات الرهبانية، مانحا المؤمنين البركة الختامية. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.